Yo, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien de ma part. Je fais très bien, les moyens de sacré cœur. صالح الدين راكم كتعرفوه وفين صالح معنا عبد الله تلاقينا هنايا ود اكادير تحيه للناس ديال اكادير تيزنيس تيزنيس عبا الناس تيزنيس شتي انت ولا انت فرناسي المهم غنضربوا التركيل هنايا والمهم سعاد نشوفوا شنو غادي نديروا خليك معايا دراري عبد الله كما قلت لكم غتلاقيتو هنايا وعاود لي القصه ديالو كي دارجا وداكشي قصه فريمون زوينه بزاف غادي نحاولوا نبارطاجوها معكم و كول باغازار سي عبد الله دار عنده شين يوتيوب وتيفسر فيها حتى هو كي دارجا وهادشي حنا غادي نحاولوا نعرفوا القصه ديالو كي دارجا فوق الجا وهذا وعلاش جا واش عاجبو الحال هنايا نحاولوا نبارطاجو معكم هاد الاكسبيريونس هادي وهاد الاستوار مع العائله ديالنا و اون ميم طون غنخلي لكم اللينك ديالو في الديسكريبسيون المفاجاه هي راه ما جاش عن طريق لي زيتود مي جا حارق دي فاصون ايليغال دوكو بالنسبه انا ما كنشجعش على الناس يحرقوا ولا شي حاجه ولكن الناس اللي ما اللي صعيب عليهم الحال وما كتعرف الله يحسن العوان غنخلي لكم غادي نهضروا معاهم نهضروا مع عبد الله وغيعاود لنا كيفاش المهم دابا نخلي لكم شويه نوريكم الاجواء هنا كي دايره مع التشميشه خارجه تركوا شويه عاد نهضروا على السوجه ديالنا يلا شنو حنا راكب في الشمال مارتيلو اش كان هاد الله نتاك هادو لي زارتيست بروفيسيونيل هادو انا يا الدراري داير بحال داكشي ديال المهم سي طوان اش كيدير مارتيل ولا تفهمت سي تري توريستيك هنا راه مور ساكري كور لما يجي لها وهنا اللي بغى يرسمو شي واحد راه كاين دي بانتر بروفيسيونيل كتسموك هكا في 5 مينوت كتسموك كيعطيك البورتري ديالك مزيان 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 اي اي اسمع بلاص دو تارتر بلاص دو تارتر فوالا الحمد لله اللي غندوز رمضان في المغرب اصعب حاجه هي ندوز رمضان هنايا في باري الصيف الله راه الحمد لله عشان العام اللي ما تسعد الفطور فين كان فريمون طبعا عليك 10 ونص 10 ونص 10 ونص وانت غتحبس والعشاء مع 12 وكتحبس مع هذيك جوج ونص هذاك 3 3 غتصحى خاصك صافي تحبس رمضان غريب صراحه هذا هو اسينا كي ارتقل بوش هنا اجي دابا بعد عليه بحال خويا عبد الله لا واش
سبحان الله كنا غير جالسين جا قالنا كتشدروا لي بلوك ده شنو قالنا واش نتوما مغاربه فهمتيني اما حنا كنا غير جالسين اي جالس عرفتي ديك ديال ياسر كنا غير كان غير جالس عرفتيها جالس جالس ربي الفلوس المهم عاودنا في البلان ديالك كيف دابا كيفاش كدير انت هنايا في جي تي اي 2 ديال شنو فهمتيني لا لا يا خويا نطلع راسي من الاخر حاول تغوت هنا انت ما عرفتش شنو زيد يا خوت جيتي فوق جيتي دابا هادي كتمر تقريبا لا لا جيتي كنت في الطاليان ابخي جيت لا فرونس الطاليان ما جاتش شنو لا القضيه ديال الخدمه وداك الشيء ما كايناش تما خويا والو كاع ديان الاخبارين كتبقى او صافا دوت شي حاجه ولا ما لا الساعه خويا كاع صعيب الحال خويا صعيب شويه خا الا ما كانش اللي وقف معاك صعيب القضيه انت عندك شي واحد هنايا هذا ولا هو صافا كوم مع الافامي انت طوري عندي ما عندي وحاج بحال هنايا سي بيان الحمد لله شوف واش بقى نسولك فهمتي قلت لهم وتعاود الناس فهمتي تخويق البرد الدراري اللي كيشوفوك باغي يقدروا يبانوا كيديروا بحالك شنو عاود لنا فهمتي عاود الله شوف واحد الحاجه اللي نقول لك الدراري ما نصحوش بالحريق القضيه ديال الفلوكا وداك الشيء حيدها من بعد انت كي ما يريسكيش اخويا بحياته على ود شي حاجه لا اخويا انا جيت الطياره فيزا فيزا المهم انا غير كنقول الدراري اللي باغيين يجيو حارقين مريسكين في البحر ان شاء الله بلا ما يجيو مقطعين وراه فيزا وكذا فيزا مزيانه اخويا حتى الا غادي ان شاء الله الا صح الله وباغي تقاد وراقه كتكون القضيه شويه سهله انا اخويا الا جيتي مريسكي ما عندك لا باسبور لا والو اول حاجه الا باغي دير الوراق كيقول لك انا باش على شي حاجه شي وثيقه اللي كتبين لي بانك شي فيزا يعني فيزا شي وثيقه اللي باش تقدر تقول لك حركت تيقول لك راه قانونيه شي وثيقه قانونيه دخلتي حتي بها لهاد البلاد فهمتي الا جيتي حارقه خويا راه ما عندك لا 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 هويه لا والو فهمتي واحد ما يجيش واخا يجيب لي فيزا ويبغي يحرق هنا ما يجيش واحد الحاجه نقول لك بلا حبه واحد الا ما الا ما جيتي يقرا انا يريحنا باش يخدم حتى خويا حتى راه ضروريه عندي حبه عندي لاكوافير وعندي شويه ديال لاباتيس المهم انا يعني انت اللي بغى يدير بحال البال يجي اومو يكون معلم بشي حبه ضروري ضروري دابا داكشي ماشي اومو ماشي اومو ولا ضروري اوبليجي 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 كيف فاسيليتي عليه الخدمه فوالا اوبليجي تكون عندك الحرفه ماشي بخصوص الحلاقه ولا شتي لي طرافو ديال الباتيمون شتي خدمي الخدمه ديال الباتيمون البني والله الا فيه صدق بالله دابا فرونشمون خويا عبد الله بقول لي صراحه قدام الناس قدام كل شيء فقدت العائله ديالك تشوف واش فريمون هذا خويا عادي جدا نورمال واش فريمون فرحان حيت جيتي لهنا اه سير ديال الشوف متاكد متاكد 100% بالنسبه لي انا ما نقدرش انا على شي دابا شحال الناس تقدر لا كاين اللي كيجي وما كيولش ما عرفتش علاش المهم انا جيت الحمد لله وبخير حيت لقيتي انت اللي عطيني لي الصوت ديال لا ستيل مونتاليتي الكوار نشاط فهمتي بخير بيس هي ما كايناش اخويا المجتمع ديالنا شويه راه كومبليكي ماشي كلشي ماشي كلشي المهم واحد الفئه كبيره بزاف ماشي زعما باش تقدر دابا تعرف خرج انا يوم دابا ما كاين اللي كيحاول يشوف لك الخدمه لا 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 ما خاص لي يوقف معاك دابا ضروري راه حنا دابا اللي وراقنا وكون كانوا تلقاو ديال زوكو شي ديال ولا شي حاجه فوالا راه غير سطاد هو كاين المهم اخر حاجه تقولها لهم داك العائله كتشوفك ولا شي مرحبا لا لا يلتحقوا يلتحقوا ياك ما فيهاش ما فيهاش الخوت ايوا خوتي الله يسهل وما يقولش لك شي واحد لا هذا جا شي واحد كاين دوز هنا سنين وسنين وبعد ما دارش وراق 10 سنين سبع لا كل واحد وصغرو انا عندي شونس واحد كان اللي كيجي اخويا شهرين ثلاث شهور كدبر القوريه ولا المهم اي حاجه المهم راه الدنيا هذه والله شونس اخويا فهمتي كل واحد والله شونس في الحياه ويتكم فيه كملي هذه وخليتها في الشراع والله تنخليها ودير ديك الطن غنخليها هانتوما الدراري كيخصم الهضره صراحه حد المنصور يديروا له ديسلايك وديزابوني ولا عنده راه قال لي عندي راه ابوني عندك لا 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 صحيح خرجوا لهم لاشين خرجوا لهم لاشين ديالنا ومرحبا بكم راه دخل لكم راه اللي نخلي لكم تدخلوا تابونوا عنده عاونوه المهم الدراري شوف تكون الفيديو عجبتكم هذه هي لافا فوالا يا جماعة شطايطك لا تبعتي شي هنا ميدادا كتبوا ديما النشاط
مهم باش تفخ بيان تكون عجبتكم ما تنساوش لعجبتكم خليو لها شي لايك لا تنساوش كومونتير وبارطاجيو مع اصحابكم كل جديد متابعونا عندي فاشين يوتيوب ديالنا وما تنساوش تتبعوني في لي غيزو سوسيو راه كندير بزاف ديال الحوايج كندير بزاف ديال الحوايج وبالنسبه حاجه اخرى انا ما صورتش بزاف ليكم بزاف هنايا مي صراحه هو اللي خليت تكلف فريمون بالمونتاج ديال الفيديو اللي غادي يدير غادي يساليكم فريمون مزيان غادي نخلي لكم لاشين ديالو لتحت والفيديو ديالو لتحت تدخلوا تشوفوها ونشوفكم ان شاء الله الله يديم خوشين تشاو.